أهلا بحضراتكم مشاهدي قناة سي تي في كل مكان في العالم في حلقة جديدة من برنامج نبض الكرازة، جولتنا الأسبوعية لحصاد أهم أخبار كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. وهنبدأ جولتنا بأهم العناوين. قداسة البابا يشارك في احتفالية قادرون باختلاف. قداسة البابا يستقبل زائرين لبنانيين وأساتذة آثار من جامعات أوروبا. قداسة البابا يدشن مذابح وأيقونات كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف. شارك قداسة البابا توادروس الثاني امبارح في احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي القدرات الخاصة في نسختها الخامسة، واللي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة، واتضمنت الفعالية عدد من العروض والفقرات اللي قدمت نماذج متنوعة لأصحاب الإنجازات من القادرين باختلاف بمشاركة عدد من نجوم الفن والمجتمع. استقبل قداسة البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الثلاثاء مجموعة من إخواتنا اللبنانيين اللي جم لمصر لزيارة معالمها السياحية، وزاروا عدد من الأديرة القبطية وطلبوا لقاء قداسة البابا. استقبل قداسته كمان مجلس جمعية الآثار القبطية وبرفقتهم عدد من أساتذة الجامعات الأوروبية المتخصصين في علم الآثار اللي كانوا بيعقدوا مؤتمر علمي بالقاهرة في الوقت ده. وحرص قداسة البابا خلال اللقاءين على الحديث عن تاريخ مصر العريق وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واستمع إلى استفساراتهم وأجاب عليها. وحضر اللقاء أساتذة الآثار عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد وبعض أعضاء هيئة التدريس. أرسل قداسة البابا توادروس الثاني رسالة تعزية لنيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس في انتقال الأستاذ الدكتور فيكتور سامي استشاري الطب النفسي وعميد معهد المشورة التابع لإبراشية المعادي. وقال قداسة البابا في رسالته إن الدكتور فيكتور سامي كان خادم محب وأمين في تخصصه وفي خدمته ومشورته، وكان صاحب حضور متميز ومتمكن في الطب النفسي وتتلمذ على إيديه آلاف الدارسين والآباء والخدام. وقدم قداسته خالص تعزيه القلبية لأسرته وكنيسته وتلاميذه. قداسة البابا توادروس الثاني دشن يوم السبت اللي فات مذابح وأيقونات بكنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد انتهاء بعض التجديدات اللي اتعملت فيها. قداسة البابا دشن المذبح البحري للكنيسة الرئيسية على اسم رئيس الملائكة غبريال، والمذبح الرئيسي في الكنيسة الملحقة على اسم الشهيد أبي سيفين، ومذبح في نفس الكنيسة على اسم القديس الأنبا إبرام، ومذبح مقام في مبنى أم النور الملحق على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. وبعدها صلى قداسة البابا القداس الإلهي وألقى عزة قدم خلالها موضوع بعنوان الكنيسة بيت الصلاة. واتكلم قداسة البابا عن مشاعر الإنسان أثناء صلاته الفردية في الكنيسة، وقال إنها بتكون مشاعر خجل وثقة في السيد المسيح واختبار يد الله في حياة الإنسان. وافتتح قداسة البابا تطوير بعض الخدمات بالكنيسة. استقبل قداسة البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الجمعة نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، اللي عرض على قداسته بعض الملفات الرعوية المسؤول عنها.
استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الجمعة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس ديسيموس، والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات، والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس. وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس الجاي. وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس. وعرض الوفد على قداسة البابا أهداف الرابطة والدول الأعضاء فيها. وتمت دعوة قداسة البابا لافتتاح مؤتمر الرابطة اللي هيعقد على هامش المؤتمر العالمي في القاهرة. وأبدى قداسة البابا موافقته، وعرب عن تقديره للدور اللي بتقوم بيه الكشافة في بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وجعل شخصياتهم قادرة على التغيير للأفضل. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الخميس اللي فات وفد من أساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تقليد سنوي بدأ من فبراير عام 2020. ودارت أثناء اللقاء عدة مناقشات اتكلم خلالها الحاضرين عن خبراتهم وذكرياتهم أثناء فترة الدراسة الجامعية، وأشادوا بالتواصل الرائع وقتها بين الأستاذ والدارسين. وحضرت اللقاء سمو الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس الجمعية الوطنية للمحافظة على التراث في البتراء بالأردن اللي كانت في زيارة إلى الأكاديمية وحرصت على المشاركة في لقاء قداسة البابا. وفي نهاية الزيارة قدم ليهم قداسة البابا بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية. نظم معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتولوجية والألحان القبطية التابع لإبراشية أخميم وساقلتا على مدار يومين الاثنين والثلاث الأسبوع اللي فات مؤتمره العلمي الثاني في مقره بمطرانية أخميم. واتضمن المؤتمر 11 ورقة بحثية تعرض للمرة الأولى اتقدمت على مدار 4 جلسات، وتنوع محتواها ما بين مختلف فروع الدراسات الليتولوجية. كما عرض على هامش المؤتمر كتاب سير البيعة المقدسة للباحث شريف رمزي. وحضر المؤتمر 120 من الآباء الكهنة والرهبان والمكرسين والمرتلين والباحثين وأساتذة وطلبة المعاهد الدينية والكليات الإكليريكية من عدة إبرشيات. وأقيم على هامش المؤتمر معرض الكتاب اتضمن مؤلفات لمدرسي المعهد ومؤلفات لبعض الباحثين في مختلف فروع الدراسات الليتروجية، بالإضافة إلى بعض المقررات اللي بيتم تدريسها بالمعهد. نظمت إبراشية المنيا بالاشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا السبت اللي فات الملتقى العلمي الرابع تحت عنوان المنيا مهد الحضارات 2 في مقر المطرانية بحضور نيافة الأنبا ماكاريوس أسقف الإبراشية. وتضمن الحفل كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا ماكاريوس وفقرات من تقديم قرار المجدلية التابع للإبراشية. شملت تراتيل وأغاني وطنية باللغات الفرعونية والقبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية. وتم تقديم عدد من الأوراق البحثية زي المنيا مهد التوحيد والمتحف والحفاظ على الهوية الثقافية. وفي نهاية الحفل طلب نيافة الأنبا ماكاريوس من الحضور الصلاة من أجل إخواتنا في فلسطين، وقدم نيافته هدية تذكارية لمدير المتحف ووزع شهادات التقدير على مقدمين الأبحاث وفريق العمل اللي نظم الملتقى. وتم تغطية فعاليات الملتقى من قناة الصعيد. Thank you.
أقامت لجنة جامعة بأسقفية الشباب صباح يوم الجمعة الماضي كارنفال توجيزر للعام الثامن في بيت البطل بالعبور بحضور عدد كبير من الشباب الجامعي من مختلف كنائس الجمهورية. وفي لمسة وفاء لم ينسوا خدام المهرجان تاسوني سارة المسؤولة عن لجنة جامعة بأسقفية الشباب بعد نياحتها ووضع صورة مجسمة ليها للتصوير معها. نتابع. أقامت لجنة جامعة بأسقفية الشباب صباح يوم الجمعة الماضي كارنفال توجيذر للعام الثامن في بيت البطل بالعبور بحضور عدد كبير من الشباب الجامعي من مختلف كنائس الجمهورية. وفي لمسة وفاء لم ينسى خدام المهرجان تاسوني سارة المسؤولة عن لجنة جامعة بأسقفية الشباب بعد نياحتها ووضعوا صورة مجسمة ليها للتصوير معاها. يوم متميز، حضرت ورشتين عمل، ورشة عقيدة رائعة جدا، درسوا فيها كل البدع وكل المجامع، فدي حاجة كويسة جدا لشبابنا انه يكون عارف ان كان عندنا حد زي أثناسيوس قاوم فعلا وثبت في الإيمان وحافظ على الإيمان. فدي ورشة كانت رائعة جدا، عجبتني ومميزة وبشيد بيها. ورشة تانية رحلة القداس، وهي رحلة للسماء. الولاد فرحانين جدا انهم اكنهم داخلين طياره، فدي ورشه مميزه. بقيه اللي موجود يوم جميل جدا، ربنا يا رب يعوض كل اللي تعب في اليوم ده. الحقيقه اسقفيه الشباب دايما بتقدم كل جديد وكل ابتكار. احنا بنحضر مع شبابنا على اساس ناخد خبره من اسقفيه الشباب وننقلها لاولادنا في الابرشيه. السنه دي توجيذر 8 بعنوان السماء. هدفنا من توجيذر المره دي ان احنا نتكلم عن السماء. اليوم بيكون في 4 سيشنز دراسية و4 سيشنز ألعاب جماعية. بنتكلم في دراسة الكتاب عن سفر الرؤية، واخدين بانوراما من خلال ان احنا عاملين صوت وضوء. بنتكلم في دراسة الكتاب عن رحلة إلى السماء من خلال القداس الأنافورة. بنتكلم في تنمية بشرية عن فكرة اسمها فن اللامبالاة. بنتكلم في العقيدة عن الهرطقات المعاصرة أو البدع المعاصرة اللي في الوقت اللي احنا فيه. احنا بنعمة ربنا بنبتدي نرتب لليوم من قبلها بكتير، بنبقى عارفين تقريبا من الحجز التيمز اللي جاي لنا شكلها عامل ازاي، وبناء عليه بنبتدي نقسم التيمز ديت على اكتر من فريق. احنا النهاردة في 32 فريق متقسمين، كل 4 تيم او كل 4 فرق بيروحوا زون معينة او لعبة معينة او سيشن معين. بعد كده بنمشي اكوردنج الماتريكس، بناء على خريطة كده بنحطها نقدر نمشي عليها، بحيث ان كل سيشن تسلم السيشن اللي جنبها، بحيث ان الدنيا تبقى منظمة. احنا لجنة جامعة هي اللجنة المعنية بخدمة الشباب الجامعي المرحلة الجامعية، وكمان خدمة خدام الشباب اللي ماسكين اجتماعات الشباب في كنايسهم. لجنة جامعة ابتدت من زمان قوي، من اول تأسيس اسقفية الشباب، من اول رسامة سيدنا انبا موسى اسقف عام الشباب. ابتدت بمجموعة صغيرة من الخدام المباركين اللي اسسوا الخدمة دي مع سيدنا، بعمل مؤتمرات للخدام وللشباب مع لقاءات روحية متفرقة وأيام روحية للخدام والشباب. لجنة جامعة مجهوداتها كلها بتبقى باينة في اهتمامهم بكل التفاصيل الصغيرة، في اهتمامهم بينا كأشخاص. احنا عادة في أغلب الإيفنتس بتاعت لجنة جامعة احنا مش بنبقى عدد قليل، بس اللي بيبقى مبهر كل مرة هو اهتمامهم فعلا بكل شخص بينا كأنهم يعني وهم عارفيننا بالاسم. دي حاجة من الحاجات اللي بجد فرقة جدا. اليوم كان حلو، وأكبر فكرة عجبتني فكرة الفيديو بتاع سفر الرؤية. اندمجت قوي واتأثرت، أنا أصلا بقرا على طول سفر الرؤية بس مش فاهمه. اللجنة حلوة والتنظيم حلو، يعني احنا اتبسطنا في اللعب وفي الأركان وفي الوقت. لا كانت حلوة، وحتى ما طولوش في المحاضرات فزهقونا، كانوا بيتكلموا بوقت يعني حلو وما زهقناش. احنا عندنا النهاردة 3 ألعاب كبيرة. احنا هدفنا اصلا في اليوم اللي احنا بنطور في الالعاب اكتر واكتر. احنا الفريق بتاعنا اسمه TST Together Sports Team. احنا اللي بنقوم بالالعاب بتاعت اليوم، بنعمل فكرة هادفة للشباب اكتر، اللي احنا بنديلهم الهدف. اليوم النهاردة بيتكلم عن السماء، عاملين العاب اللي احنا بنتكلم عن السماء، بنعمل ريفليكشن، بنقول الرموز والحاجات اللي احنا عايزين نوصلها للشباب بطريقة هادفة، واللي احنا بنتكلم بيهم عن السماء اكتر. شهد اليوم عدد كبير من الفقرات المميزة والهادفة، ومنها بانوراما لسفر الرؤية
بطريقة الصوت والضوء ورحلة للسماء وعدد من المحاضرات المختلفة بالإضافة للألعاب الجماعية. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في المهجر. شهدت إبراشية ملبورن بأستراليا الأسبوع الحالي رسام الثلاث كهنة للخدمة بكنائسها بيد نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس ديل القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني، وده بتكليف من قداسة البابا تودروس الثاني. وصلى نيافته القداس الإلهي السبت اللي فات في كنيسة الشهيد ماريمينا والقديسة مارينا بمدينة ملبورن، وبعد صلاة الصلح رسم الشماس كريس غالي كاهن باسم القس مايكل والشماس شادن سيم كاهن باسم القس جيمس، وده للخدمة في الكنيسة نفسها. ورسم الكاهن الثالث باسم القس موسى للخدمة بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة جبرائيل بجزر سليمان جنوب المحيط هادي. ويتوجه الكهنة الثلاثة الجدد لدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بأستراليا لقضاء فترة الأربعين يوم التالية للرسامة. نظمت خدمة اجتماع الشباب والشابات وإعداد الخدام بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد ماريمينا بمدينة برشلونة الإسبانية المؤتمر الأول للشباب تحت عنوان لا تكون إلا فرحا في الفترة من 15 ل 19 فبراير في دير القديس الأنبا شنودة بمدينة ميلانو في إيطاليا بحضور نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير. وشارك في المؤتمر 43 شاب وشابة من أبناء الكنائس القبطية الأرثوذكسية بإسبانيا. بعد الفاصل مشاهدين هنقابل حضراتكم وأخبار الكنيسة في الصحافة. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في الصحافة. ومن جريدة وطني يوم 27 فبراير تحت عنوان دير القديس الأنبا بيجول والقديس الأنبا بشاي الدير الأحمر من أهم 10 أماكن حسب ترتيب الإيسيسكو. يعتبر دير القديس الأنبا بيجول والقديس الأنبا بشاي الدير الأحمر من أهم الأديرة الأثرية في مصر اللي بيقع غرب سوهاج بحوالي 12 كيلومتر تقريبا في منطقة جبلية تبعد عن دير القديس الأنبا شنودة الشهير بالدير الأبيض بحوالي 4 كيلومتر تقريبا، وبيرجع بناؤه إلى القرن الرابع الميلادي وبترجع تسميته لأنه تم بناؤه بنوع من الطوب الأحمر. والدير الأحمر كان بيشكل مع الدير الأبيض دير ثالث مندثر حاليا ويصعب تحديد موقعه، ويتميز الديرين الأبيض والأحمر ببناء متقن وزخارف رائعة كانت مخفية عن العيان لقرون طويلة إلى أن تم ترميم الدير الأحمر من عدة سنوات بواسطة فريق دولي متميز. وتم اختيار دير القديس الأنبا بيجول والقديس الأنبا بشاي الدير الأحمر في الترتيب الثاني بعد مدينة القدس من ضمن أهم 10 أماكن حسب ترتيب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية الإيسيسكو. وفي عام 2014 اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية، وتم الاعتراف بعودة الحياة الرهبانية في الدير. وفي الختام مشاهدينا نذكر حضراتكم بأهم العناوين. قداسة البابا يشارك في احتفالية قادرون باختلاف. قداسة البابا يستقبل زائرين لبنانيين وأساتذة آثار من جامعات أوروبا. قداسة البابا يدشن مذابح وأيقونات كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف.
وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا ونهاية حلقتنا. أشوف حضراتكم على خير يوم الخميس الجاي الساعة 9 في جولتنا الإخبارية لحصاد أهم أخبار كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وحلقة جديدة من نبض الكرازة.